افتحي يا مدام فريده، انا دكتور ياسين. مدام فريده يا مدام فريدة، في يا مدام فريدة ما تفتحيش ليه؟ طب يلا يلا بسرعة، يلا نتحرك من هنا. مش سيبهم لوحديهم، لازم نمشي بسرعة. يلا 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 يلا، بس بس من غير صوت. يلا 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 بسرعة. مالك يا جو الشريف تتفرج على فيلم كرتون وانا كنت قاعده بره بسمع مزيكا وقاعده بقرا روايه؟ معرفش لقيت ثلاثه شكلهم بيخوف وغريب جدا، بيكسروا في كل حاجه قدامهم. واحد منهم مسكني من دراعي فردت منه بالعافيه ودخلت قفلت على نفسي. امال مشوا ازاي؟ ضممت الدنيا كلها وقفلت الانوار عشان يمشوا، برضه فضلوا واقفين بيخبطوا. بعد كده راحوا على السماعه وقعدوا يكسروها يكسروها لحد ما المزيكا راحت خالص. واضح كده انهم بينتبهوا للاصوات العاليه ويتحركوا عليها، وده كلام جديد يعني الاعراض اتطورت، وده معناه ان الفيروس اتحرك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.